بالنسبه لهاد الوصفه هذه غادي ندخلوا فيها مباشره، لان واحد الاخت كانت سولتني وكنت كتبت لها المكونات في التعليق، لهذا نطلبوا من الاخوات انني نصورها لهم فيديو اليوم ان شاء الله. غادي نتقاسمها معكم لانها شي حاجه اللي هي مجربه، يعني مجرباها منذ سنين الحمد لله. هاد الوصفه هذه فيها جميع المواد الطبيعيه. اشنو فيها؟ غادي نحتاجوا فيها، انا كما كتلاحظوا عندي هنايا اليانسون اولا النافع، عندي النافع البلدي وعندي النافع الرومي، يعني جوج انواع ديال النافع. يمكن لكم تستعملوا فقط النافع البلدي اللي عندكم. عندي هنا كذلك حبه حلاوه، عندي الكمون حبوب، بالنسبه لحبه حلاوه هي الشمر باللغه العربيه، يعني الشمر اليانسون. عندي هنايا الكمون حبوب، وعندي الخروب. كنا تنعرفوا الفوائد ديال الخروب، خصوصا للناس ديال المرضى السكري. بالنسبه للناس ديال المرضى السكري عفانا الله واياكم، بالنسبه لهاد الخروب هذا يمكن لهم يطحنوه، كيطحنوه تيغربلوه تيحاولوا ياخذوه مع ياغورت، ماشي اي ياغورت، ياغورت اللي كيكون ديال الماعز، يعني كيكون من الحليب ديال الماعز. هاد الياغورت هذا هاد غير حدتو هاد الخروب مع الياغورت، خصوصا الناس اللي عندهم القولون العصبي وتاثر بهم على الحاله النفسيه ديالهم. هاد المكون هذا جد جد رائع، حاولوا ديروه مع الياغورت وتاكلوه بالليل قبل ما تنعسوا، يعني شي حاجه اللي هي ايفيكاس الحمد لله. يعني وعند تجربه، ملي تنهضر انا كنهضر على تجربتي الحمد لله، ما تناخذش تجارب من عند الناس، وانما حاجه اللي جربتها ومتاكده منها 100%. انا هاد المكونات كلها كتاخذوها ما تتغسلوهاش، تتمسحوها مزيان، تتشمشوها واحد شويه، كتنقيوها ضروري ما تنقيوها من الحجر. انا غادي تلاحظوا انا عندي قرعه عامره، يعني تناخذ هاد المكونات هذه وبارفوك بعض المرات كنزيد عليها الكرويه. هاد المكونات هذه كلها كناخذها كنقيها مزيان، تنشمشها واحد شويه، تنعرضها للشمس واحد شويه، تنمسحها تنقيها مزيان وتنحتفظ بها في واحد القرعه. كيفاش غادي نستعملو؟ ماشي الطريقه اللي مهمه في هاد المكونات، سيرتو اي حاجه اللي كتكون طبيعيه، طريقه كيفاش اننا نستعملوها. اول حاجه ما تكلش على، ما تشربش على مائده مع معده عفوا اللي تكون فارغه، يعني ضروري ما نكونوا واكلين، ضروري ما نكونوا واكلين. والمقدار معلقه صغيره في جوج كيسان ديال كاس العنبه، اولا كاس من سعه 250 مليلتر، كاس من سعه 250 مليلتر، من جهد ملعقه صغيره جدا في كاس ديال كبير ديال الماء، اولا كاس سعته 250 مليلتر. بالنسبه للطريقه فقلت لكم اخواتي كتحاولوا تخلطوا جميع المكونات، من بعد ما كتنقيوها مزيان مزيان تخلطوها، وكنحاولوا ناخذوا مقدار كيف ما قلت جهد معلقه صغيره من هاد الاعشاب هادو، تنوضعوها اما في كاس، ماشي بالضروره يكون عندكم هاد الابريق هذا اللي كيكون يعني فيه صفايل غير ذلك. السيده ما عندهاش كتاخذ غير كاس كتخوي فيه، كتدير فيه الاعشاب ديالها، تتفرغ عليهم الماء بهذه الطريقه. انا غادي نضيف الخروب، الخروب ما تخافوش منه واخا يكون مقدار كثير لانه رائع ورائع جدا للصحه ديال الانسان. قلنا مقدار معلقه صغيره في ربع لتر من الماء، يعني باش نكونوا واضحين. غادي نسد عليهم، غادي نخليهم حتى وكان يطلقوا، ما تنطبخوش هاد الاعشاب، ما تنديرهمش ماء مغلى ونقصوا ويطبخوا، خاص نفرغوا عليهم ماء مغلى فقط، يعني ما نديروش نهائيا ان نطبخوا هاد الاعشاب هادو. وبالنسبه للحلاوه لا داعي ديروا الحلاوه، لان الخروب فيه سكر طبيعي، يعني راه الى طحنته كيف قلت لكم خديتو مع الياغورت اولا دخلتو في الكيك، الناس اللي عندهم السكري راه رائع ورائع جدا، رائع ورائع، راه كنز هذا الخروب. هذا هو غادي يطلقنا الحلاوه ديالو في هاد المكونات هادو، نسينو عليه حتى وكان يطلق مده 10 دقائق وتنقدموه ونشربوه. يعني ديما كنقول انا كناخذ كاس، هاد الكاس هذا تناخذوه ملي تنبغي الناس دائما، حتى كنبغيو نعسو هذا كناخذوه مقدار جهد من هاد الكاس هذا. المشروب ديالنا اخواتي من بعد ما كدوز 15 دقيقه تنشربوه، يعني انا كنشربوه ملي تنبغي نعس. بالنسبه لهذا المشروب ما غاديش نقول له، يعني ما غاديش ندخلوا في المسائل اللي هي طبيه ونقول بلا راه غادي 100% يطرد الغازات الى غير ذلك وكيسرع الهضم، وانما غادي نقول لكم كيساعد
هو كيساعد طبيعه الحال الانسان خاصو يتبع واحد النظام اللي يكون غذائي صحي، الخضروات الفواكه الماء الرياضه الى غير ذلك، الابتعاد عن السم المبرده بما فيها الدقيق الابيض. يعني كنهضر على داكشي اللي تدير السيده كل نهار، داكشي اللي كتاكل كل نهار، ما تنهضروش على واحد الحاجه فشحال واحد المناسبه تنديروها، تنهضروا على الحاجه اللي كنديروها كل نهار. طبيعه الحال الحبوب هادو هما يعني حنا ملي حلينا عينينا كنشوفو الوالدين ديالنا تيخدمو بهاد المسائل، كيديروها في الحشوه، تيديروها في الخبز، تيديروها يعني بزاف ديال المسائل، وخصوصا دابا النابع. النافع كنلاحظو ان ملي تدخل تحط بزاف يعني في بعض المناطق تيحطو مع الماكله، النافع تيحطو مع الماكله، ملي تنحطو النافع ولا نينسون تيحطو في الماء مع الماكله، يعني السيده كتاكل وكتاكل معاها كذلك النافع باش يسرع الهضم. هذا المشروع هذا ان شاء الله كنتمنى يتجربوا من اعجابكم، وكنتمنى تكون لبيت الطلب ديال الاخت اللي بغاتو. خليت لكم الراحه الى حلقه مقبله بحول الله، ما تنساوش يعجبكم الفيديو ديالو وتشتركوا في القناه. الى اللقاء.